اجتماع استثنائي لمجلس الأمن في صنعاء حضور دولي هو الأول من نوعه في دولة عربية وإسلامية وفي بلد يشهد صراعات سياسية طاحنة، فأي موقع يلعبه هذا الوجود الأجنبي في مجمل المشهد السياسي اليمني في وقت ينتظر فيه اليمن التزام المانحين الدوليين بوعودهم التي قطعوها في نيويورك والرياض؟ فالتحدي الاقتصادي يعد من أبرز التحديات التي من شأنها إخفاق مسيرة التسوية السياسية، كونه ينعكس على معيشة المواطن اليمني كما قال الرئيس اليمني. فهل يلزم اليمن رعاة المبادرة الخليجية بدعمه اقتصاديا دون النيل من سيادته واستقلاله؟ وإذ تأتي هذه الزيارة في موعد يسبق الانعقاد المتعثر لمؤتمر الحوار الوطني، يتخوف المراقبون من أن يصعب هذا الحضور الدولي في ترجيح كفة حكومة الوفاق في لعبة التوازنات الأقليمية والاستقطابات الحادة التي تشهدها البلاد. حتى أن البعض ذهب للقول ربما أن الشعوب نفسها بعد ثورات الربيع العربي بدأت تتقبل السيادة الدولية على حساب السيادة الوطنية. هذه العناوين وغيرها نناقشها مع الدكتور أحمد بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني والمفكر والأكاديمي الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أهلا بهما في هذا البرنامج. ولكن قبل مشاهدينا الكرام نبقى مع هذا التقرير الذي يصف الأجواء التي حفلت بها صنعاء البارحة مع زيارة وفد مجلس الأمن. تأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014-2051 ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات، واعتبار الأطراف التي ترفض نهج الحوار من الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية. التحديات التي يتحدث عنها الرئيس اليمني مخاوف عبرت عنها الدول الراعية للمبادرة الخليجية، المبادرة التي وصلت إلى مرحلة حرجة بحسب تصريحات السفير الأمريكي في صنعاء. إنه أمر يدعوهم للتهديد دوما بتنفيذ عقوبات صارمة ضد كل من يعرقل مسار التسوية السياسية. خوف الدول الراعية للمبادرة من فشل مسار التسوية في اليمن دعاهم لرمي ثقلهم الدولي في صنعاء وسط الصراع السياسي الذي يعيشه اليمن. وفد من مجلس الأمن في صنعاء في زيارة استثنائية قلما تحدث خارج مقره في نيويورك، فهي التاسعة في تاريخه. هذا الثقل الدولي في صنعاء يرجح كفة حكومة الوفاق في لعبة التوازنات الإقليمية والاستقطابات التي يشهدها اليمن. الدول الخليجية ترعى التسوية السياسية بحسب مبادرة قدمتها. تصميم دول مجلس التعاون وعزمها على أن تظل كما كانت دائما داعمة ومساندة لليمن وتطلعات شعبه العزيز، وهذا حق قومي تمليه علينا أواصر القربة وروابط التاريخ المشترك والمصير الواحد. فالخليج يدرك أن تحول اليمن إلى دولة فاشلة في ظل التجاذبات السياسية سيصدر أزمات سياسية لدول الخليج، خاصة مع تنامي نشاط القاعدة والجماعات المسلحة. فاليمن هو خاصرة الخليج، وفي تنامي النشاط العسكري يبقى التحدي الاقتصادي الذي ينعكس على مستوى معيشة اليمنيين، فهو الأهم في نجاح مسار التسوية السياسية. إذن عندما نقول التحدي الاقتصادي نحن نتحدث عن دول الخليج العربي. دكتور عوض بن مبارك، أهلا بك أولا في حلقتنا. دكتور عوض. نعم، مرحبا. أهلا بك. أنت التقيت السيد عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي البارحة في زيارته إلى صنعاء. هل جرى بحث التعاون يعني الإيفاء بالعهود والالتزامات المالية، خاصة أن السعودية وعدت بتقديم تقريبا 7 مليار دولار لليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، فرصة سعيدة أن أكون في هذا البرنامج مع الدكتور محمد المتوكل ومع حضرتك. طبعا أمس التقينا كأمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني مع الأخوة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومع الأخ الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربي، وتم بحث
كافة القضايا ذات العلاقة بدعم دول مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر تحديدا. طبعا في اللقاء العام الذي حضر فيه الأخ الأمين العام للجنة الفنية تحدث عن التزام دول الخليج العربي لدعم العملية السياسية في اليمن ولدعم العملية التنموية كذلك في اليمن، لكن في اللقاء الخاص الذي جمعنا تحدثنا تحديدا حول سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمؤتمر الحوار الوطني، فقط لمؤتمر الحوار وليس لمسار التنمية في اليمن. نعم بس هم طب أريد أن أسألك، أعتقد مسار التنمية في اليمن هناك جهات أخرى معنية في هذا الأمر. طب أريد أن أسألك، إذا كانت السعودية هي تعهدت في مؤتمر الرياض شهر سبتمبر 2012 العام الفائت أن تقريبا 4 مليار أو 7 مليار بالضبط عليها أن تدفعها لليمن، هل هي 7 مليار الذي ستدفع الآن لعقد المؤتمر الحوار الوطني؟ لا لا، هذه تعهدات تصب في دعم العملية التنمية الاقتصادية في اليمن في مشاريع مختلفة تم الاتفاق عليها في مؤتمر الرياض وفي مؤتمر نيويورك، والآن في شهر 3 هناك كذلك مؤتمر آخر في لندن. هناك آليات تتم بين وزارة تخطيط التعاون الدولي ممثل الحكومة اليمنية مع المانحين، هناك آليات فيما عرف بالمسار السريع. الحكومة اليمنية أوجدت جهاز إداري ذو كفاءة ومساراته أكثر سرعة بغرض استيعاب هذه المساعدات وتوفير ضمانات للمانحين حول الحكم الرشيد لكافة هذه المعونات الاقتصادية أو المساعدات الاقتصادية. طيب دكتور متوكل أهلا بك، يتحدث الأمين العام للمؤتمر عن الحكم الرشيد، كيف ترى الآن ما وصلت إليه صنعاء اليوم البارحة الذي وصل لها مجلس الأمن؟ هل أصبحت صنعاء الآن برعاية دولية وهذا يعني أنها ستنجو؟ الذي لاحظته في البداية اهتمامكم بالوضع الاقتصادي لليمن وشكرا كثيرا، لكن الوضع الاقتصادي ليس له قيمة إذا لم يكن هناك وضع سياسي حقيقي وقوي ورشيد في اليمن. ومعركتنا اليوم هي معركة كيف يمكن أن تقام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة لكل اليمنيين والتي يتم فيها التنمية الحقيقية والاستقرار الكامل الذي يدعم الخليج ويدعم العالم المصالح الدولية. فنرجو ذلك يعني، فأنا مهتم بصراحة مهتم كثيرا بقضية أن توجد الدولة التي بالإمكان أن تستفيد من كل القضايا الاقتصادية وغير الاقتصادية وتحسن استخدامها. طيب هل ترى أن الآن هذا الثقل الدولي، يعني الآن مجلس الأمن عندما يوجد في اليمن هذا ليس حدث عادي، هذا حدث استثنائي، هل يمكن أن نتحدث اليوم على أن مسيرة التنمية والدولة المدنية هي برعاية دولية وأن هذا يمكن أن يحدث؟ هل مثلا مؤتمر الحوار سيكون كمخرج سياسي واحد من هذه الآليات؟ يقول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. القضية الأساسية اليمنيين هم الذين يجب أن يكونوا أداة الإصلاح والتصالح، وبالتالي يعتمد عليهم، إذا لم يكونوا هم فلا يستطيع الخارج أن يعمل شيئا، ولهذا الحوار هو الذي سيقرر هل نحن قد أصبحنا من المصلحين أم لا. وإذا لم نبحث قضية الدولة المدنية الديمقراطية العادلة فإننا بذلك لن نصنع شيئا. كثير ما يطرح أننا نتحاور حول مشكلة الجنوب، حول مشكلة الحوثيين، حول مشكلة المرأة، هذه كلها هي ظواهر لغياب الدولة، هي ظواهر لغياب الحكم الرشيد. علينا أولا أن نبحث كيف نوجد الدولة والحكم الرشيد. هل تعول على مؤتمر الحوار دكتور متوكل؟ هذا يعتمد إلى حد الآن، أنا لا أريد أن أتفائل كثيرا ولا أريد أن أتشائم، لكن أنا لي بوضوح أقول إذا لم يبدأون في الحديث عن الدولة المدنية الديمقراطية العادلة فإن بحث الظواهر ما يجري كل هذه الذي يتكلمون عنها من الجنوب إلى الحوثيين إلى غير هي ظواهر لغياب الدولة. فإن الناس سيختلفون إذا لم يضعوا الدولة أولا، فسنختلف حول قضية الجنوب وسنختلف حول قضية الحوثيين وسنختلف حول قضية المرأة وحول قضية الدستور. فعلينا أولا أن نفكر في بناء الدولة، وإذا بنينا الدولة الحقيقية
فأنا أؤكد لك أن كل شيء سيسير كما يجب وكما يريد العالم. طيب، في الحديث عن الدولة الديمقراطية العادلة، نحن نتحدث اليوم عن مؤتمر الحوار دكتور عوض، هل مؤتمر الحوار يمثل اللبنة الأولى لدولة ديمقراطية في وجود من ينتقد هذا المؤتمر واللجنة الفنية لإعداد المؤتمر من داخل اللجنة الفنية؟ أتحدث عن استقالة عضوين من اللجنة ماجد المذحجي ورضي المتوكل، اللذان قال في استقالتهما أن هناك تهميش وإقصاء داخل لجنة الحوار، خاصة بعد أن فوض جمال بن عمر وأخذ دور ليس المفروض أنه دوره كمشرف دولي بأنه يشرف أو على وضع النسب والاختيار دون نقاش من أحد داخل اللجنة. هل هذا ما هي اللبنة أو النموذج الذي يريده إرساء المجتمع الدولي لليمن كدولة مدنية ديمقراطية؟ أنا أولا أتفق مع الدكتور محمد فيما يخص أنه الأساس في التنمية الاقتصادية المنشودة هو توفر دولة حقيقية. أن العملية السياسية التي نحن بصددها الآن ستعطي إجابات كثيرة حول ما هو شكل الدولة وما هي الأسس الاقتصادية ويعني آليات توافر الحكم الرشيد وغيره. فبالتالي أعتقد نحن الآن في مرحلة نؤسس لكيفية أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة. بناء الدولة بالتأكيد قضية مهمة جدا، وهو أحد أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني. إذا طلعتم على تقرير اللجنة الفنية ومصفوفة الموضوعات سنجد أنه بناء الدولة أحد أهم الموضوعات التي تأتي في الأولوية. لكن سؤالي هو ما هي الدولة التي نريدها؟ يعني بالتأكيد لا يمكن الحديث حول بناء الدولة دون أن نأتي لمناقشة مثلا القضية الجنوبية أو يعني صعدة. طب هل تسمح لي قبل الدخول إلى القضية الجنوبية وصعدة وهذه القضايا الكبرى أن أدخل إلى موضوع بسيط، موضوع يتعلق باللجنة الفنية للحوار؟ أتحدث الآن إذا كان اليمنيون يعولون على مؤتمر الحوار فكيف لهم أن يثقوا بأن هذا المؤتمر سيكون بآليات ديمقراطية طالما أن هناك فرض من البداية على الآلية على اللجنة المكلفة بالإعداد الحوار؟ هل سيكون أنا الحوار أنا حقيقي؟ أنا لا أريد أن أعود لهذا الموضوع التفصيلي الصغير. مع عظيم احترامي للأخوين الجليلين الأستاذ ماجد والأستاذة رضية، رغم كل المعطيات والحثيات التي أعطيت والتي تم الإجابة على كثير من عناصرها، أنا قد أتفق مع يعني ما طرحوا، يعني طرحوا كثير من القضايا التي تتناسب مع مثلهم وخلفياتهم الحقوقية والقانونية. لكن أعتقد اليوم نحن نناقش الإقبال على مؤتمر الحوار الوطني، هذه قضية فنية صغيرة طرحت داخل من غير مثل ومن غير التزامات حقوقية. هناك عضوين في اللجنة كان لهم مطلق الحق في أن يطرحوا وجهة نظرهم. في وفي نفس وفي النهاية هم قررا بإرادتهما وهذا حق لهما أن يقدما استقالتهما رئيس الجمهورية. هذه يعني تفصيلة تم بحثها أعتقد، ونحن مقبلين الآن على مؤتمر لا يمكن أن نقف على هذه النقطة رغم أهميتها ورغم يعني احترامي العظيم للزميلين الجليلين. طيب، عموما أنا لا أتحدث عن استقالة أعضاء ولكني أتحدث عن سير اللجنة، الاعتراض على سير في اللجنة، ولكن في فيما يخص بناء الدولة فيما يخص تفضل فيما يخص بناء الدولة، أنا أتفق أنه القضية الجوهرية التي يجب أن تعانيها، التي يجب أن تعالجها اليمن، والتي يجب أن تركز على الـ 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 الأسباب وليس على الظواهر، هو بناء الدولة بدرجة رئيسية، شكل الدولة وأسسها وغيرها من التفاصيل والحكم الرشيد وأسس الحكم الرشيد. لكن السؤال أنه كيف لنا أن نحدد هذه الدولة، ما هي شكلها؟ بالتأكيد يجب أن نستمع إلى مطالب أطراف رئيسية تشكل جزء رئيسي من المشكلة. لا يمكن أن نتجاهل أن هناك قضية رئيسية كبيرة تهدد الشراكة في الوطن، تهدد الهوية، اسمها القضية الجنوبية. لا يمكن أن لا نلتفت إلى يعني مظلمة كبيرة حدثت في صعدة، إلى مطالب كبيرة يعني لها علاقة بممارسة الحقوق والحريات جرت خلال وستة حروب جرت في صعدة. أعتقد هذه الأطراف وغيرهم كثر من حقهم أن يطرحوا ما هو شكل الدولة اللي يريدوه، وبالتالي المدخل لبناء هذه
الدولة المدنية الحديثة هو الاستماع لهذه الأطراف، لأنه بالنهاية لا يمكن أن نأتي وكأنما يعني نبني دولة دون وجود، يعني نصنع شيء من الفراغ. هناك مشاكل رئيسية تعانيها اليمن، هناك إرث كبير يعني لعشرات العشرات السنين لابد من الوقوف عليها، لابد من محاولة معالجتها، الاتفاق مع هذه الأطراف الرئيسية لرسم ملامح الدولة القادمة التي نبنيها. هذه انا اوافق الدكتور، لكن اقول لا يمكن فقط ان نتحدث عن بناء الدوله دون قبل ان يكون المدخل الرئيسي لبناء الدوله. قبل ان نتحدث عن بناء الدوله اعتقد هذه القضيه سيناقشها مؤتمر الحوار، شكل الدوله وآلية الدوله، وسيتفق. ليس هذا ما اريد طرحه في هذه الحلقه، ما اريد طرحه الان في هذه الحلقه مجلس الامن والثقل الدولي والثقل الاقليمي الموجود في اليمن وسط هذه الصراعات. البارحه كان مجلس الامن في جلسه استثنائيه، هل سيدعم مسيره الحوار؟ هل سيدعم التنميه؟ وسيدعم الديمقراطيه؟ ولكن ما هو مسار؟ ما هي الطريقة التي سيتعامل بها؟ هذا هو السؤال. هو سؤالي هو الآن يهدد أن هناك معرقلين للتسوية السياسية، ماذا سيفعل بخصوص هؤلاء المعرقلين وهو يعرف من هم؟ اولا مجلس الامن لم يعني في القرار 2051 هناك فقره واضحه تتحدث 2051 انه من يعرقل العمليه السياسيه سيتم اتخاذ قرارات بشانه وفقا للفصل السابع. فبالتالي هذا ليس شيء جديد. الفصل السابع يعني تدخل اليمن، اكد هذا الالتزام واكد جديه مجلس الامن والمجتمع الدولي لدعم العمليه السياسيه في اليمن. انا اقول ان الدعم الدولي والتوحد الموقف الدولي تجاه العمليه السياسيه في اليمن ودعمها موقف مهم يجب قراءته بايجابيه على كافه الاطراف. ليس هذا يعني سؤالي. ان تفهم هذه الرساله، لكن انا اكرر مره ثانيه، الاساس هو الداخل. من سيعالج القضيه اليمنيه هو الداخل. علينا الا نهرب من مشاكلنا في الداخل. طيب. للخارج، الخارج لديه رسالة واحدة موحدة يقول فيها أنه داعم العمل السياسية، أنه سيفي بالتزاماته المختلفة سياسيا واقتصاديا. هناك رسالة إيجابية مختلفة، لكن علينا أن لا نغفل أن هناك عامل رئيسي مهم هو الداخل، مجابهة مشاكلنا في الداخل، معالجتها، ثم إحداث شكل من أشكال التوازن بين هذا الدعم الخارجي وبين العنصر الرئيسي وهو الداخل. دكتور متوكل، إذن اللجنة الفنية للحوار التي جاءت يعني أنشئت بحسب المبادرة الخليجية تتحدث عن أهمية الداخل، هذه المفارقة كيف تراها دكتور متوكل؟ أولا أود أن أقول بالنسبة للخارج، هو الحقيقة يبدو أن الأخ العزيز جمال بن عمر أحس أن اليمنيين يعطوا اهتمام كبير لقضية الخارج، فحب أن يدعم القضية بإيجاد مجلس الأمن في صنعاء، ولكن الحقيقة هذا كله لا يمكن أن يحقق ما لم اليمنيين أنفسهم يصلون إلى قناعة بأن عليهم. كيف سيصل اليمنيون إلى قناعة؟ المدني 30 سنة من الصراع، أنا بقول كيف سيصلون إلى قناعة؟ الدكتور أحمد هو بيقول أنه بالإمكان أن نناقش قضايا صعدة وقضايا الجنوب وقضايا، ومن خلال النقاش هذا نصل إلى الدولة. أنا بقول العكس، أنا تحدثت أنا والإخوة في الجنوب كانوا بيطرحوا قضية الفيدرالية، قلت لهم الفيدرالية هي جزء من دولة، ممكن يجيبوا لكم فيدرالية بدون ديمقراطية. عفوا بس دكتور، أريد أن أشير إلى شيء، اسمح لي دكتور متوكل، أريد أن أشير إلى شيء. مشاهدينا الكرام، نحن الآن نرى على الشاشة قوى الأمن الداخلية المصرية تقتحم ميدان التحرير في مصر، ستشاهدون هذه النافذة بجانب حوارنا ونستكمل الحوار. تفضل دكتور عبد الملك. هو أنا وهذا الذي هيحصل. فأنا بقول ستقتحم قوى الأمن الحوار. لا، وأنا بقول فبقول للإخوان، قلنا لهم الفيدرالية هي جزء من دولة، تعالوا نتفق أولا على الدولة، ممكن يجيبوا لكم دولة فيدرالية بدون ديمقراطية يخلوكم تتقاتلوا. فأنا أولا يجب أن نتفق على الدولة لأنها الأساس في أيوة، فيجيبوا لكم فيدرالية. فهم الحقيقة أقروا بهذا، ولهذا ندعو الإخوان جميعا في الجنوب وفي الشمال وكل الذين يشاركون، نقول لهم تعالوا نتفق على الدولة. أولا مثلا حصل عندنا عملية عسكرة الجيش أو ما بسموها هذه ليست الحل. الجيش هيكلة الجيش هذه أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة،
لابد أن نناقشها داخل الحوار، تناقشها القوى السياسية جميعا. هذه أحد المعرقلات. يتفقون على الأسس، ويتفقون على الأسس وأين يتموضع الجيش وكيف يتم اختياره، لأنه الجيش وإلا في الحقيقة عبث، وإلا في العملية عبثية بدون أن نتفق. ثم نتفق على القضاء المستقل العادل، ثم نتفق على الدستور. إذا لم نتفق على كل هذه الأشياء ويتبين الناس المستقبل الذي سيكون لهم، فلن يتفقوا على القضايا الأخرى على الإطلاق. إذا مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون ما يحدث في الوضع اليمني والصورة مقابلة ما يحدث في ميدان التحرير في القاهرة، وأعود إليكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ما زلنا نتابع حلقتنا عن الوضع في اليمن، خاصة بعد انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الأمن في صنعاء البارحة، وأيضا تشاهدون في نفس الوقت تغطية مباشرة لما يحدث الآن ميدان القاهرة من محاولة اقتحام قوى الأمن لميدان التحرير في القاهرة. نواصل هذه الحلقة ونتحدث عن مجلس الأمن الذي لم يمر مرور الكرام على الصحافة اليمنية، خاصة أن مجلس الأمن لا ينعقد دائما في صنعاء. تحت عنوان وجهة نظر حول زيارة وفد مجلس الأمن الدولي، كتب الدكتور علي مهيوب العسلي: اعتقادي أن زيارة رئيس مجلس الأمن الدولي إلى اليمن يريدون تحرير هذا الضابط والتعامل معه يعني باحترام وعدم إهانته. محمد، يعني هل عملية دهس اثنين من المتظاهرين كانت السبب المباشر في محاولة أو في الاستيلاء على تلك المدرعة؟ ألو. نعم، إذا مشاهدينا، كان الدكتور المتوكل، نعتذر عن الخلل الفني اللي حدث فيما يخص استعراض الصحف اليمنية، ولكننا سنواصل في مكان يتحدث به الدكتور المتوكل عن الهيكلة. أستاذ بن عمر، الحديث اليوم عن الهيكلة ربما يعد أحد أهم العراقيل السياسية التي تقف أمام التسوية السياسية في اليمن. في هذه الحالة كيف سيتصرف رعاة المبادرة ومن يهددون بتنفيذ العقوبات والفصل السابع؟ ستنفذ العقوبات على من؟ أولا أنا بن مبارك ولست بن عمر. معلش أنا آسفة، غلطة غير مقصودة والله. فيما يخص أنا أعتقد هي رسالة. نحن نعرف أنه خلال الفترة الماضية هناك في حديث، يعني أنا أقصد أكيد حضرتك اطلعتي على البيان التي تم إصداره من أحزاب اللقاء المشترك، والتي تحدثت عن مطالب محددة وتكلمت عن أطراف تحاول أن تعرقل العملية السياسية. كذلك هناك قراءة أخرى مغايرة لقراءة الإخوة في المشترك، تتحدث كذلك عن أطراف يعني محسوبة على تيار التغيير، كذلك لا زالت تمسك بزمام الأمور وتحاول أن تعرقل التسوية. فإذن هناك قراءات مختلفة حول أن هناك أطراف يعني قد تفقد مصالحها يعني نتيجة للتغيير الذي سيحدث عقب بناء الدولة اللي تحدث عنها الدكتور المتوكل. وبالتأكيد كلما اقتربنا من استحقاقات من بدء مؤتمر الحوار واستحقاقاته، كلما كانت هذه الأطراف يعني أكثر 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 سخونة في تعاطيها مع الملف السياسي اليمني. في اللقاء الذي تم مع مجلس الأمن طرحت بوضوح وبصراحة من قبل كثير من الأطراف السياسية المشاركة، وعبرت عن آراء مختلفة. تحدثت تحديدا مثلا يعني الإخوان في اللقاء المشترك تحدثوا عن المطالبة باعتزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح للعمل السياسي، وأنه كان هناك شكل من أشكال المقايضة بين قانون الحصانة وبين العقوبات اعتزال العمل السياسي. بالمقابل هناك أطراف من المؤتمر الشعبي العام أو محسوبة على المؤتمر الشعبي العام ركزت على أننا نحن الآن في مرحلة شراكة بين طرفين رئيسيين يتقاسمان الحكومة، وهناك استحقاقات وهناك التزامات متبادلة. فبالتالي هناك قراءات مختلفة لشكل لأشكال العرقلة. أنا أعتقد أنه يعني نحن شاهدنا مثلا بعد قرارات اللي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية فيما يخص عدة هيكلة الجيش أو في تغيير بعض القادة العسكريين، كنا دائما كلما اقتربنا من التنفيذ الفعلي لهذه القرارات تطالعنا الأخبار ونستمع وبعضنا يعرف على وجه اليقين أنه هناك أطراف يعني تحاول أن تأخر تنفيذ هذا الموضوع. فأعتقد أن وجود مجلس الأمن حب أن يؤكد بشكل مباشر وأن يستمع بصورة مباشرة لكافة الأطراف. مجلس الأمن أمس التقى مع
اللجنة العسكرية والأمنية، التقى مع مجلس الوزراء، التقى مع اللجنة الفنية، التقى مع مختلف الأطراف، والتقى كذلك في لقاء خاص مع الأخ رئيس الجمهورية. فأعضاء مجلس الأمن 15 يعني الممثلين في مجلس الأمن يعني على وجه اليقين اطلعوا واستمعوا مباشرة للآراء. الرسالة المهمة أن العملية السياسية في اليمن لن تنجح فقط بانعقاد مؤتمر الحوار. ناس كثير جدا يعتقدوا أنه بمجرد إعلان الأخ رئيس الجمهورية لانطلاق فعاليات مؤتمر الحوار إذن نحن أنجزنا متطلبات المرحلة الانتقالية وأنهينا المشكلة. أنا أعتقد أن بداية الطريق هو انعقاد مؤتمر الحوار. الأهم هو سير مؤتمر الحوار ثم بعد ذلك تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. لذلك كان هناك أطراف كثيرة جدا تطالب بضرورة إصدار مجلس الأمن لإشارات كثيرة جدا لكافة الأطراف خاصة للجنوب بضمان المجتمع الدولي لتنفيذ مخرجات الحوار، لأن اليمنيين لديهم تجارب كثيرة سابقة تحاوروا واتفقوا على النقاط ثم بعد ذلك يا أما دخلوا في حروب كما حدث في 94 أو يعني لم تنفذ مخرجات هذا الحوار. فبالتالي أعتقد أن الوضع مختلف تماما. ما حدث في اليمن هو يعني شيء قام على قاعدة كبيرة اسمها قاعدة التغيير، طرحت فيها الكثير من التضحيات كان أساسها الثورة الشبابية الشعبية. طيب اسمح لي دكتور عوض، كافة الأطراف الآن سواء الإخوان أريد أن أسألك أو في المؤتمر الشعبي العام أو عن المؤتمر الشعبي العام أو منظمات المجتمع المدني، كافة القوى الآن تدرك أن نحن نقود عملية تغيير كبيرة. طيب المؤتمر الشعبي العام الذي قلت الآن أنه يؤمن أن هناك عملية تغيير كبيرة، عملية التغيير الكبيرة الآن أقرت الحكومة والرئيس والوفاق الوطني والرعاية والرعاة المبادرة الخليجية كلهم أقروا أن وجود علي عبد الله صالح رئيس للمؤتمر الشعبي العام يعرقل مسار التسوية السياسية. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هل علي عبد الله صالح يستطيع أن يفرض هذه الرؤية وأن يبقى رئيس للمؤتمر الشعبي العام؟ والله هذه قضية يعني يحسمها الإخوان في المؤتمر الشعبي العام، لكن أنا أعتقد هناك أطراف كثيرة محبة يعني للاستقرار والوئام في اليمن تدرك تماما أن المؤتمر الشعبي العام طرف رئيسي في المعادلة السياسية في اليمن، وأنه هناك عدد كبير يعني شئنا أم أبينا خلال السنوات الماضية يعني كان المؤتمر الشعبي العام مخزن للكثير من الكفاءات للدولة كلها، الدولة اليمنية كلها. فبالتالي ليس من مصلحة اليمن، ليس من مصلحة التوازن في اليمن، ليس من مصلحة العملية السياسية في اليمن أن نخسر أو نفقد المؤتمر الشعبي العام، لكننا في المقابل نريد هذا المؤتمر الشعبي العام أن يكون فاعل في الحياة السياسية. أنا متأكد أنه كثير من العقلاء في المؤتمر الشعبي العام وهم كثر وكانت لنا تجربة مميزة معهم في اللجنة الفنية مدركين للتغيير الحقيقي الذي تم ومنسجمين مع هذه المطالب الشعبية وراغبين في أن يكونوا جزء من عملية التحول التاريخي والاستراتيجي اللي تحدث فيها اليمن. هذه رغباتنا وهذه طلباتنا، لكن بالتأكيد لابد أن تكون هناك أطراف مختلفة وكل طرف له الحق أن يمارس سياسيا كافة الأوراق المتاحة للضغط والتأثير سواء كانت محلية أو سواء كانت دولية لي يعني التقدم للأمام وفقا لوجهة نظره. أستاذ دكتور المتوكل، إذا نحن الآن نتحدث عن إقامة الدولة المدنية وأن تتعول على الداخل، ولكن الداخل ما زال لا يمتلك يعني هذا القرار. نحن نتحدث اليوم ليس فقط عن مؤتمر الحوار الوطني ولكن أيضا عن المعارضين لمؤتمر الحوار الوطني. هناك مؤتمر سيجرى في الجنوب الآن سواء في القاهرة أو في عدن يعني البيضة الآن أعلن حكومة. نحن نتحدث عن احتمال تشظي أكثر من فكرة الانفصال. هل هذا يمكن أيضا أن يعني يرسم سيناريو قاتم جدا إذا كان يعني المعولين على مؤتمر الحوار غير متفائلين أصلا؟ هو إذا لم نتفق في الأساس على الدولة فلن نتفق على القضايا الأخرى، وهذا ما أخشاه. إذا بدأنا نتحاور حول قضية الجنوب أخشى أننا نختلف. كيف سنتحاور؟ أنا لا أسمع أشياء. كيف سيتحاور اليمنيون على الجنوب والجنوب يرفض الحوار في لجنة الحوار؟ ولهذا هم الآن هم بعضهم يرفضوا وبعضهم موافقين. قضية يجب أن يطمئن الجميع إلى أن هناك دولة مدنية ديمقراطية عادلة يتقبل للكل، بدون ذلك لن يتم حتى الحوار للقضايا الأخرى. كيف سيتم؟ أنا بقول لما نتفق مثلا حتى لو أردنا البعض بيركز على قضية كيف نحاكم الأولين ولا هؤلاء الذين أجرموا. لما يأتي دائما المتهم
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عندما نبني القضاء المستقل العادل يستطيع أي مواطن يقدم دعوة. لكن للأسف الشديد إحنا نريد ثورة بناء لا ثورة انتقام. ثورة أخرى. خلال هذه المرحلة بشكل خاص. يعني على اليمنيين إقامة ثورات أخرى؟ أما إذا كانت هذه القاهرة مصر وفيها هذه الذي علمتنا ثورات إلى اليوم وفيها ما نراها اليوم، كيف تتصورين اليمن إلا إذا كنا مقتنعين أن اليمن والإيمان، الإيمان بلاد اليمن والحكمة؟ القاهرة لم تحدث، فدعينا نشوف حنعمل إيش يا عزيز أستاذ العزيز. القاهرة لم تحدث بها لا مبادرة خليجية ولا رعاية إقليمية، ولم يأتي مجلس الأمن شخصيا ليجتمع في القاهرة. هناك اهتمام وهناك وصاية أجنبية على اليمن، ربما هذا يمنع حدوث ثورات. أيوة، لأنهم يعرفون أن المواطنين في اليمن في القاهرة مش مسلحين، لكن عندنا مسلحين. على أي حال أنا بعتقد أن محاولة التأثير علينا بالخارج وحده لا يحقق شيئا إذا لم نكن نحن بصراحة مقتنعين بماذا يجب أن نقوم به ونعمله. يا ستي اليوم مثلا الدستور نعرف أن فيه أشياء قضية تحرم المرأة من حقوق المواطنة وتحرم غير المسلم من حقوق المواطنة، وبالتالي كيف ممكن لهؤلاء أن يقبلوا مننا أي كلام قبل أن نتفق على الدولة بما فيها من دستور، ما فيها من قضاء، ما فيها من جيش للدولة وليس نعم. للأفراد ولا للأحزاب. نعم. اليوم كلهم الناس جميعا يتصورون أن الجيش يمتلك بها الحزب الفلاني والحزب الفلاني والقضية الفلانية، بالتالي لن يتفقوا. نعم، وصلت الفكرة. إذن على اليمنيين أن يتفقوا حتى يتفقوا. مشاهدينا نلتقي بعد فاصل قصير ونواصل هذا الحوار. مشاهدينا أهلا بكم في حوار الوطن من جديد في الجزء الثالث والأخير الذي نواصل فيه الحديث عن مستقبل التسوية السياسية في اليمن في ظل هذه الرعاية الدولية. أستاذ بن عمر، كان الدكتور متوكل يتحدث على أهمية وجود قضاء مستقل وأهمية وجود حكومة حكومة تتحدث عن الديمقراطية ودولة مدنية ليطمئن اليمنيون، وبعد ذلك لا أدري أي تسوية أخرى يمكن أن تحدث، ولكن كل هذا المفروض أنه يناقش في مؤتمر الحوار، مؤتمر الحوار الذي يطرح قانون المصالحة الوطنية، قانون المصالحة الوطنية الذي لن يتحدث عن ما قبل 2011. يعني الآن القضايا التي أنت طرحتها وهي قضايا صعدة وقضايا الجنوب لن تناقش في مؤتمر الحوار، مع العلم أن النقاط 20 التي تقدم بها الحزب الاشتراكي اليمني والذي كان عليها أن تعالج أثر حرب 94 ربما لن يناقشها مؤتمر الحوار. اولا يعني حاب اعلق فقط على لفظة الوصايا الاجنبيه. انا لا اتفق تماما ان اليمن الان تحت الوصايا الاجنبيه. انا اعتقد ان اليمن تفاعل بذكاء مع محيطه الاقليمي والدولي واستفاد من هذا الزخم واستفاد من موقعه الجيوستراتيجي المهم للمنطقه كلها، واستطاع ان يعكس ذلك الاهتمام فيما فيه مصلحه لوضعه الداخلي ولتجنيب البلد الكثير من التفاصيل. طب في خصوص تجنيب البلد، عفوا، الان دكتور المتوكل طرح اهميه قيام اليمنيين بثوره اخرى وقال حتى ما يحدث في القاهره يمكن ان يحدث في اليمن، ما رايك؟ أنا أقصد أنا متأكد تماما أن اليمن وكل بيت في اليمن هو في حالة ثورة دائمة. الثورة بمعنى أن كل اليمنيين من أقصى الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب أدركوا تماما ماذا يريدوا، وهناك تعبير واضح وهناك حلم كبير في عيون الناس كلها. أنا أطلع من البيت وأشاهد حلم جديد في عيون أولادي، وأعتقد جميعنا نشعر بذلك في كل مكان. هذه الثورة الحقيقية، أن هناك في يقظة موجودة في اليمن الآن. طيب في خصوص ما يخص قضايا الجنوب والصعدة كيف سيناقشها المؤتمر؟ اسمحي لي تفضل. لو سمحتي أستاذ منى تفضل. أنا أقصد أنه في موضوعات بناء الدولة، أنا أقصد أنه بناء الدولة ما هي الدولة التي نريد بناها؟ ومن سيحدد ماذا نريد من هذه الدولة؟
بالتأكيد لما نقول القضية الجنوبية أو نقول صعدة فنحن لا نتحدث على القضايا الحقوقية، لأن هذه القضايا الحقوقية قضايا لا يجب أن تناقش في 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 مؤتمر الحوار. هذه القضايا فيها أبعاد سياسية، ما سيناقش في مؤتمر الحوار سواء في القضية الجنوبية أو في قضية صعدة أو في غيرها من القضايا سيكون موقعها مؤتمر الحوار. وبالتالي لابد من خلال الفرق العمل التي تناقش القضية الجنوبية وصعدة وغيرها من القضايا أن نحدد ما هي متطلبات وما هي ملامح الدولة التي نريد أن نبنيها، ثم لما نأتي في محور الدولة سيكون واضح ماذا تريد هذه الأطراف في الدولة المستقبلية المدنية الحديثة الديمقراطية كما يصفها الدكتور المتوكل. طيب بعض الأطراف تريد الانفصال، ما رأيك؟ قلنا في اللجنة الفنية أنه مطلب فك الارتباط واستعادة الدولة أحد المشاريع الموجودة في الجنوب، ويحق لأصحاب هذا المشروع أن يأتوا إلى هذا المشروع ويطرحوا هذا الموضوع في المؤتمر. هذا مؤتمر طرح من خلال تصريحات وبلاغات اللجنة الفنية وكذلك على لسان الأخ رئيس الجمهورية أنه يحق لكافة الأطراف أن تأتي بمشاريعها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليمن تعاني من قضيتين رئيسيتين ومشاكلنا كلها، قضايا لها علاقة بإصلاح الدولة وتحسين أدائها والحكم الرشيد وغيرها من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والحقوقي وغيره، لكن هناك قضايا أكبر لها علاقة بالشرخ في الهوية اللي حدث، بالشراكة، وبالتالي لابد أن نعترف بوجود هذه المشاكل. إن لم نعترف بوجود هذه المشاكل فلا يمكن أن نأتي لنتحدث كأنما دولة تعاني فقط من الفساد أو تعاني من إشكالية القضاء. لا، هناك مشاكل ذات بعد أكبر. طيب من ضمن القوى التي مفروض أن تمثل في مؤتمر الحوار، وأنت مفروض أنك ممثل لأحد هذه القوى اللي هم الشباب المستقلين الذي مفروض أن يمثلون بأربعين مقعد، تحدثت الناطقة الرسمية باسم لجنة الحوار الأستاذة أمل باشا أن هناك محاولة، لا أريد أن أقول التزوير ولكن دعني أقول محاولة الاحتيال من قبل القوى السياسية وبعض الأحزاب لتمثيل شباب على أنهم مستقلين ولكنهم يمثلون هذه الأحزاب. ألا يشكل هذا إحباط لفئة مهمة جدا كانت لا تعول الحوار وكانت تعول على الثورة وأصبحت تقول لا بأس سنذهب إلى الحوار وسنذهب إلى التسوية السياسية، ألا يشكل إحباط لهذه الفئة التي كانت سبب التغيير الذي حدث في اليمن؟ أنا أعتقد يوم أن تعلن الأسماء ونكتشف أن الأربعين مقعد الخاصة بالشباب أو المرأة أو منظمات المجتمع المدني تم تخصيصها لممثلي الأحزاب، هذه الساعة أنا أول المحبطين وأنا أول من سيتخذ موقف. لكن اعترف ان هناك تكالب كبير. ما هو الموقف الذي ستتخذه؟ كثير من القوى السياسيه. دعني اخذ منك تصريح على بصفتك الامين العام للمؤتمر، اذا حدث ان الأربعين مقعد لم يمثلوا الشباب المستقلين، ما هو الموقف الذي ستتخذه؟ هل ستستقيل؟ لا، انا اعتقد انه اسهل موقف يمكن ان يتخذه اينا هو ان ينسحب من هذه العمليه. تستقيل من لجنة الحوار. وكثير من هذه القوى التقليدية ستفرح عندما يغادر أي من الأصوات الشبابية المستقلة أو منظمات المجتمع المدني هذه العملية. طب ما هو أنا أعتقد دورنا جميعا أن نبقى في هذه العملية السياسية وأن ندافع عنها وأن نحقق مطالب الشباب وأن نحقق مطالب القوى المدنية الحديثة في اليمن، وإلا لو كل واحد فينا مجرد ما واجه مشكلة في هذه العملية غادر، أعتقد أول من سيخسر يا أستاذة منى قضيتنا التي ندافع عنها. طب كيف ستدافع أنت عن الشباب؟ أنت بصفتك في الهيئة التنسيقية لشباب الثورة، كيف ستدافع عنهم إذا لم يجري تمثيلهم في مؤتمر الحوار؟ ماذا؟ بصفتك في تنوع الهيئة التنسيقية لشباب الثورة، كيف ستدافع عنهم في وجودهم في مؤتمر الحوار؟ نعم، أنا كنت عضو في الهيئة الشعارية للمجلس التنسيقي لقوى الثورة السلمية. نعم. تنوع. كيف ستدافع عنهم لوجودهم في مؤتمر الحوار الشباب المستقل؟ ما هو الموقف القوي الذي ستتخذه؟ أنا أولا لن أدافع عن حقوق أي فصيل بمعنى مجلس تنوع أو المنسقية أو أي اسم. التقدم في هذه فئة الأربعين هو على أساس فردي. أنا سأكون حريص أنا وكافة زملائي أنه أي شاب مستقل لديه رؤية معلوم بنشاطه ورؤيته الحداثية أن يكون داخل هذا المؤتمر. طيب الشباب أيضا كانوا يطالبون بهيكلة الجيش قبل الحوار. دكتور متوكل، هيكلة الجيش لحد الآن تعرقلت ولم تمضي لأن هناك قوى تحديدا اللواء علي محسن الأحمر يرفض أن يسلم الفرقة الأولى مدرع أو يرفض الانصياع للأوامر الرئاسية الأخيرة. هذه الحرب الآن السياسية ما بين الرئيس هادي واللواء الذي أيد الثورة
مع قيامها. هل يعني دكتور متوكل أن الحوار يمكن أن يعرقل، وهل يعني أيضا أن الشباب يمكنهم الضغط في هذه المرحلة السياسية بالذات؟ أولا أنا أؤيد الدكتور أحمد وهو صديق وعزيز، وأؤيد أنه لا يمكن تجاهل قضايا الأخرى سواء للجنوب أو لغيرها، لكن أنا بقول لا أتجاهل ذلك، لأنهم هم نفسهم يجب أن يكونوا جزءا ممن يبحث قضية الدولة. قضية الشباب أنا أؤكد لك أنهم هم القضية التي يجب أن تعطى كل الولاء وكل العناية، لأن المستقبل هو مستقبلهم. إحنا مستقبلنا ورانا، لكن هو مستقبلهم القادم، ولا يجوز أن إحنا نهملهم طوال هذه الفترة من 48 ونحن دائما يأتي الشيوبات والمتعلمين يعملوا انقلابات ويعملوا ثورات ثم يسلموها للقوى المتخلفة الذي تمسك العمل. ما الذي حدث الآن؟ حصل في 55، ما الذي حدث في 2011؟ لا أريد أحدث عن 2014. والذي حصل الآن في 2011، والذي أخشى أن يحصل نفس الكلام اليوم. أخشى أنه حتى قيادات الأحزاب تسلم نفسها من جديد للعسكر والمشايخ، سمعت، لأنها تبحث عن وظيفة، لأنهم دخلوا يهتموا بقضية الوظائف، وهذا مش دورها. مش من هم؟ ما الذي يبحث عن الوظائف؟ أي أحزاب؟ الأحزاب، المشترك، الاشتراكي، الاشتراكي والإصلاح والناصري، ودخلوا مهتمين بقضية الموظفين، وقلنا لهم هذا خطأ. قالوا إحنا أقصينا، قلنا أنتوا أقصيتوا، فتقوموا تقصوا الآخرين، يعني تقوموا بنفس العمل، انتظروا حتى تأتي الدولة المدنية والقضاء المستقل العادل وقدموا دعوة للقضاء والقضاء يحكم لكم. والمؤتمر الشعبي العام لا بد لنا، المؤتمر الشعبي هو الذي بيقصى اليوم، هو الذي بيخرج الموظفين منه. كيف يقصى المؤتمر الشعبي؟ ارتكب هذا كيف يقصى المؤتمر الشعبي؟ المؤتمر الشعبي ارتكب الخطأ والبرلمان المؤتمر الشعبي ارتكب، ولهذا أنا بقول شوفي المؤتمر الشعبي اليوم زي الشخص الذي قد في الطريق إلى الانهيار، ولهذا ما لم يقدم هو مشروع الدولة الآن المدنية الديمقراطية. هل المؤتمر الشعبي العام فعلا ينهار؟ إذا لم يقدموا الدولة المدنية الديمقراطية في الحوار هم يقدموها، فلن يعودوا حزبا حقيقيا، لأن الناس ما عاد يقبلوهمش. هل يستطيع المؤتمر الشعبي العام صاحب التاريخ الحروب في الجنوب وفي الشمال أن يقدم دولة مدنية، أن يقدم نموذج لدولة مدنية؟ الحقيقة أنا طرحت هذا الموضوع لعلي عبد الله صالح، ووافق وطرحها للمؤتمر الشعبي، وكثير من قيادات المؤتمر الشعبي وافقوا أنهم سيطرحون في الحوار قضية الدولة المدنية الديمقراطية، لأنه الشيء الوحيد الذي باقي لهم أنهم يتوبوا ويقدموا خدمة للشعب. يعني علي عبد الله صالح، سأقف عند هذه النقطة، علي عبد الله صالح الآن يريد أن يتوب ويريد أن يقدم دولة مدنية فشل في تقديمها أكثر من 34 سنة؟ علي عبد الله صالح هو الآن، أنا سألته لأنه أنا كتبت لماذا أنقذك الله من موت محقق؟ نعم، فسألته هل قرأت مقالي؟ قال نعم. قلت له أنا قلت ربما أراد الله لك أن تتوب فتقدم لهذا الشعب شيء. قال لي أنا تركت الرئاسة. قلت له لا أقصد الرئاسة، أنقذك الله منها وأنقذ الشعب. أنا بقول أنت مسؤول عن المؤتمر الشعبي، ألزمه أنه يقدم في الحوار الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. قال أنا موافق. طيب كيف سيقدم علي عبد الله صالح؟ ما هو الجديد الذي سيقدمه؟ ما الذي يستطيع أن يفعله علي عبد الله صالح اليوم الذي يسيطر والذي لا هو؟ هو كل ما يعمله بحكم رئاسته للمؤتمر الشعبي يلزمهم بتقديم مشروع الدولة المدنية في الحوار، لأن احنا بذلك سنخلق توازن وسنجعل حتى القوى الدولية تقف مع هذا. لأنه أنا سألت الأمريكان هل تعتقدوا أنه بالإمكان أن يتحقق الاستقرار في بلادنا دون ديمقراطية وعدالة؟ قالوا لا يمكن، ونحن مستعدين أن ندعم كل من يتوجه. طب واحدة من أسس الدولة الديمقراطية والعدالة أن يحاكم علي عبد الله صالح وكل من عمل معه جراء الجرائم التي ارتكبها، هل هو موافق على ذلك؟ ويجب معه حصل، وهذا حق من الحقوق عندما توجد الدولة والقضاء المستقل العادل.
ويقدم اي مواطن يمني يقدم الدعوه، ومن حقه ان من حقه المحكمه ان تاخذ القضيه. لكن اليوم يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ساحول هذه النقطه مباشره للدكتور بن عوض ليجيب عليها. المتهم بريء حتى تثبت ادانته، هذا المتهم هو علي عبد الله صالح. ما رايك امين العام للمؤتمر الحوار؟ عفوا لم اسمع. هل سمعت كلام الدكتور المتوكل وهو يتحدث على ان الدوله المدنيه ستكون مشروع المؤتمر الشعبي العام ومشروع علي عبد الله صالح، وانه مستعد للمحاكمه في وجود قضاء مستقل؟ انا اتمنى ان تكون الدوله المدنيه الحديثه هي مشروع المؤتمر الشعبي العام. أنا أتوجه أكثر نحو المستقبل. أعتقد يجب أن لا نستغرق الحديث كثيرا في الحديث عن الأشخاص. هناك 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 تاريخ بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات. إن ركزنا كثيرا لو سمحت لي على الحديث حول هذه التفاصيل. هؤلاء سبب الثورة، أن تحدث عن رئيس الذي قام ضده الثورة، هذا ليس مجرد شخص. لا انا لا اقول لا نتحد، انا اقر تماما، لكن انا ما اعلم اكثر ان الشهداء والجرحى لم يسقطوا في ميادين الحريه والثوره فقط بغرض الانتقام من شخص، ولكنهم من اجل اقامه دوله حديثه مدنيه، من اجل كرامه ابنائهم، من اجل اهداف ساميه كثيره. فان انا استطعت في هذه المرحله التاريخيه مع عدم اغفال واسقاط حق اي فرد في محاسبه اي شخص اساء في المستقبل، لكن الأساس يجب أن نركز عليه الآن هو بناء هذه الدولة التي ستحفظ كرامة المواطنين والتي ستمنح حدوث نفس الانتهاكات في المستقبل. نعم. هذا ما يجب أن نركز عليه. لكن إن استغرقنا كيمنيين الآن الحديث فقط عن كثير مما يتم تداوله الآن وتبسيط القضايا فقط في كأن الإشكالية هي أشخاص، أعتقد سنفقد. نعم. مع أني شكرا. أنا خرجت في يوم من الأيام ولا زلت في أشكرك الصحات دكتور عوض. للأسف وقت الحلقة انتهى. عبد الله صالح أشكرك، وصلت الفكرة دكتور عوض. للأسف وقت الحلقة انتهى. أشكر مشاهدين الكرام باسمكم الدكتور عوض بن مبارك وهو الأمين العام للمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء، وأيضا السياسي والأكاديمي الدكتور عبد الملك المتوكل الذي شرفنا بحضور الحلقة. إلى اللقاء مشاهدينا، تحيات فريق البرنامج إيسار قبيسي ورولا أبو شقرة وجميع العاملين. إلى اللقاء.